تمكن فريق الوداد الرياضي من حجز تأشيرة العبور إلى دور ثم النهائي كأس العرش إثر تغلبها على مضيفه المغرب التطواني بالركلات الترجيحية 5-6 في المقابلة التي جمعتهما على أرضية ملعب ثانية الرمل، ولم يفز أو يفرز الشوطان الأول والثاني من مجريات الملعب عن أي أهداف. كما وبعد نهاية المباراة بصفر لمثله وبعد بداية الشوط الإضافيين لم يطرأ أي جديد على النتيجة التي ظلت البياض، وهو ما أفضى إلى المرور للركلات الترجيحية، ونزح فريق الوداد الرياضي من كسب حصة الركلات الترجيحية بواقع 6-5 لينضم بذلك إلى ركوب المتأهلين إلى ثمن النهائي.